صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ناعية قتل الطف لا زلت ناعية، أنا ناعية قتل الطف لا زلت ناعية، تهيج على طول الليالي البواكيا، أعيد ذكرهم إن ذكرهم، أعيد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم. طوى جزعا طي السجل فؤاد، يا وداع مقلتي تحمر بعد بيضا ضياب، وداع مقلتي تحمر بعد بيضا ضياب، بعدي رزايا تترك الدمع دام. يا ستنسى الكرى عيني كأن جفونا، حلفنا بمن تنعاه ألا تلا، وتعطي الدموع المستهلات حقا، محاجر تبكي بالغوادي غوايا، يا
وأعضاء مجدي ما توزعت الضبا بتوزيعها إلا الندى والمعاب. فرقتها آل حرب فلم تكون لتجمع حتى الحشر إلا المخام. ومما يزيل القلب عن مستقري ويترك زند الغيظ في الصدر وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال بيشجين حتى الأعام. لو انك يا اخويا تشوف حالي، لو انك يا اخويا تشوف حالي حال الغريب بغير والي، اي حال الغريب بغير اي روالي. التوني ذكري تعز ودلالي من قوضا ذيك الليالي، اي من قوضا ذيك الليالي. يا اخويا بيت وبقى من الزلم خالي، اي بيت وبقى من الزلم اي مخالي. انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الغيب، الآية الكريمة تصدر بالإيمان في الغيب. طبعا الأمور عندنا احنا على قسمين، عندنا أمور مادية نعبر عنها يعني تخضع على الحواس، وأكو عندنا أمور معنوية أمور غيبية.
هنا شنو الأمور المادية التي يجب الإيمان بها، وشنو الأمور المعنوية الغيبية أيضا يجب الإيمان بها؟ القرآن الكريم يستعرض لنا جانب واحد من حقول المعرفة والاطلاع والعلم. الذين يؤمنون بالغيب، إيش معنى ما يذكر الجانب الآخر من التصديق أو المعرفة بالأمور الحسية بالأمور المادية؟ كأنه الأمور المادية تخضع للتجربة، الأمور المادية طبعا تخضع للتجربة. احنا اكو عندنا العلوم على اقسام، يعني مصادر المعرفة الإنسانية على اقسام. هذه الاقسام نظرا لاختلاف الفلاسفة واختلاف العلماء فيها، يعني اقرب لك شوية المعنى اكثر بعد، يعني هذه العلوم الموجودة في عقل الإنسان، هذه المعارف، سعة الاطلاع، هذا التفكير الواسع الرحب اللي موجود في فكر الإنسان أو دماغ الإنسان، هذا منين مصدره؟ منين أساسه؟ منين إجى لهذا الإنسان؟ هذا أكو بي آراء. الرأي الأول يقول هذه المعارف جاءت للإنسان عن طريق الوحي، يعني باعتبار الأنبياء هم رسل ما بين الله عز وجل وما بين الإنسانية. هؤلاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام ينقلون العلم بأمانة، ينقلون المعلومات الدينية بأمانة، ينقلوها وين؟ للناس، يعني يعلمون الناس، يعني يثقفون الناس. بأي شيء يثقفون الناس الأنبياء؟ يعني شنو وسيلة الأنبياء لتثقيف الناس؟ وسيلتهم نقدر نقول ذات جانبين، جانب قولي وهو طبعا الوحي المنزل عليهم من قبل الله عز وجل، والجانب الثاني عملي. العملي أيضا يهذب أخلاق الناس. شلون الجانب القولي أو الجانب اللفظي، وشنو هو الجانب اللي نعبر عنه الفعلي أو العملي؟ طبعا النبي عندما يبعث من قبل الله عز وجل يباشر بالوحي. عندنا الأنبياء طبعا على أقسام، الأنبياء الذين بعثوا إلى الكرة الأرضية التي نعيش عليها الآن 124,000 نبي، لكن ألفت نظرك إلى شيء، الأنبياء طبعا على أقسام. أكو عندنا أنبياء أولي العزم، أولي العزم 5، نوح، إبراهيم، عيسى، موسى، خاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الأنبياء 5 بعثوا إلى كافة الأرض، بعثوا إلى جميع الناس، رسالاتهم عامة، كتبهم عامة، لكن كلما يأتي نبي بعد الآخر الرسالة اللاحقة تنقض الرسالة السابقة، حتى يصل دورهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زين، فرسالة النبي محمد طبعا تنسخ جميع الشرائع التي سبقتها، ملاحظي ولا؟ ونفس رسالة محمد تؤمن بجميع الشرائع التي سبقت رسالة الإسلام. شوية أبسط لك الموضوع أكثر، ترى إحنا ماكو عندنا يهودية ومسيحية، ملتفتش أقول، يعني ديانة يهودية ديانة مسيحية ترى ما عندنا، كلها إسلام، ملاحظش أقول يولا، الديانات بأجمعها كلها إسلام. يعني الديانة المسيحية سميت باسم المسيح عيسى ابن مريم، الديانة الموسوية مثلا أو اليهودية أيضا سميت بأسمائهم، الديانة الموسوية نسبة لموسى ابن عمران، وهكذا مثلا باقي الأديان. لكن ولذلك القرآن الكريم صريح بتعبيره، إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني طبعا الأديان التي سبقت الإسلام كلها إسلام، بس شيء واحد يفرق، الإسلام يعني أشبه الكيان مثل المدرسة الابتدائية،
والمدرسة اللي من بعدها المتوسطة والمدرسة الثانوية وبعدين الكلية وبعدين يرتقي الإنسان حتى يصير مثلا بروفيسور. زين، الإسلام كذلك تمشى مع طاقات الناس، مع تفكير الناس. طبعا تفكير الناس في عهد آدم يختلف عن تفكيرنا اليوم، أو يختلف عن تفكير الناس اللي عاصروا إبراهيم الخليل. الناس اللي في زمن إبراهيم الخليل تختلف أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم عن الناس اللي عاصروا مثلا زمن عيسى أو زمن موسى، وهكذا إلى يومنا هذا. طبعا الأجيال ما قبل 2000 سنة تفرق عن الجيل الحالي القرن العشرين، طبعا هو يفرد فرق بعيد جدا في جميع الأمور، في أساليب المعيشة، في العادات، في التقاليد، زين، في الأنظمة، في القوانين. لاحظي ولا الإسلام كذلك ما ممكن يجي الإسلام ينصب بقوة هائلة بقوانين شاملة على أناس ما عندهم أهلية إلى استلام هذا الدين. الله عز وجل أنزل الدين على مراحل. يعني أنت الآن عندك ولد بالصف الثاني ابتدائي مثلا عمره 6 سنوات، تقول له تعال حل لي هاي المسألة في الميكانيكيات مثلا، أو في الرياضيات العليا حل لي إياها، زين، أو فرد مسألة هاي بالهندسة المجسمة حل لي إياها المسألة هاي، يقدر يحلها إليك؟ ما يتمكن. ليش؟ لأن طاقاته محدودة، إمكانياته محدودة. زين، هذه الإمكانيات والطاقات طبعا الديانة تنزل وفق متطلبات الناس، وفق متطلبات البشر. يعني ما ممكن الله عز وجل يرسل دين بكل قوانينه وحقوله، زين، وتربيته لجميع جوانب الحياة، يرسله على قوم ما يفهمون كل شيء. ولذلك ضاع علي بن أبي طالب منذ 1400 سنة. بعض المفكرين الألمان روك يقول لقد ضاع علي بن أبي طالب، فحوى تعبيره، وغير كثير من الأجانب يقول لقد ولد علي بن أبي طالب في زمان غير زمانه، ولو ولد الآن في هذا العصر لاستفادت البشرية من علوم علي بن أبي طالب الشيء الكثير الواقع. لكن ولد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مجتمع، ذلك المجتمع ينحر القادة مالته، ينحرهم نحرها، يعني ما يستفيد من طاقاتهم، ما يستفيد من معارفهم، ما يستفيد من تطوراتهم في العلم وفي كل جوانب الحياة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى حبيب ابن مظاهر الأسدي، يقول له يا حبيب إن في مائكم هذا جزء ولو شئت أن أستخرجه لاستخرجته وأحرقت به العالم. أي جزء ذلك يا أمير المؤمنين في الماء؟ إذا أخرجته تحرق الدنيا بأسرها. الهيدروجين الموجود بالماء يتألف من H2O، المعادلة مالت الماء، تكوين الماء، ذرة واحدة أكسجين، زين، وذرتين هيدروجين. هاي الهيدروجين نفس اللي موجود في الماء استخرجوه، ضافوا له بعض الحوامض المركزة، بعض الأدوات المعينة، زين، بعض الحمضيات، ركزوها تلك المادة بصورة هائلة جدا. على كل حال صنعوها كقنبلة هيدروجينية تفني الدنيا، تفني العالم. بينما أشار الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى هذه المعلومات، زين، أشار إلها من قبل 1400 سنة تقريبا، أن في مائكم هذا نار ونور. النور الطاقة الكهربائية اللي الآن في كثير من دول العالم يستعملوها على شلالات نياجارا مثلا وشلالات السد العالي، وبعد في بقاع الدنيا أيضا يستعملوها من المساقط المائية القوية جدا، تحرك آلة أوتوماتيكية كهربائية تضخ قوة للناس، كهرباء. زين، الإمام سلام الله عليه أشار إلى هذه المكتشفات قبل أن تخلق. يعني صار ترى تطور الدنيا ما صار لحدود 200 سنة تقريبا،
يعني بدء التطور الإنساني يعني في حدود قرنين مو أكثر، ربما يعني في 1810 1820 بدأت العقول الناضجة تفكر، بدأت العقول المتفتحة تخرق الآفاق، وإلا كانت الدنيا بأجمعها ظلام دامس جهل مطبق في العالم. إن كانت أوروبا إن كان الشرق أين كان الغرب؟ يعني ما صار العلوم المادية الواقع في تقدمها، عمرها جدا بسيط. وسترينا هذه الاكتشافات المادية المعاصرة والمستقبلية ترينا عجائب في الدنيا، لأن هل قد الله عز وجل منطي إمكانيات للعقل الإنساني؟ هل قد الله عز وجل غارس هذه الطاقات والإمكانيات الفتاكة الضخمة الهائلة في هذا العقل الإنساني الجبار؟ حتى تتصور عظمة الخالق ما هي، تتصور عظمة الله عز وجل ما هي. أسا هذا اللي يجي يتفلسف يقول لك ما أكو الله، يتفلسف يقول لك احنا بحثنا ما لقينا فرد رصيد لخلق البشر، ما أدري هذا مع الآن هالتطورات الهائلة الواقع في كثير من جوانبها توحي إلى صانع صنعها، توحي إلى خالق خلقها، توحي إلى رجل عمل في حقلها حتى أنتجها وأظهرها إلى حيز الوجود. أنت الآن تريد لك رغيف من الخبز، لازم تجي إلى رجل يصنع لك الخبز. أنت تجي الآن تأخذ لك فرد قطعة من القماش، لابد لك أن تأتي إلى رجل يبيع القماش. طيب أنت في وجودك، أنت في وجودك طلعت هيك يعني بلا شيء، بلا خالق، بلا، ما ممكن يا أخي. أنت الحاجات البسيطة في الدنيا تحتاج تروح إلى محلها، تروح إلى أمكنتها الخاصة. ما ممكن شيء يحدث من لا شيء، ما ممكن إطلاقا. أما مفاهيم الصدفة هاي استحالت إلى عدم، لا يؤمنون بها حتى الملاحدة، بدأوا ما يؤمنون بالصدفة إطلاقا. إنما الأمر في الحقيقة لابد من وجود خالق خلق هذا الإنسان وخلق هذا العقل الجبار اللي يتمتع به الإنسان دون الحيوانات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله عز وجل منح هذا الإنسان فرد كرامة مترامية الأطراف، لكن الإنسان الواقع بجهله، بظلامه، بتفكيره الغير واسع، التفكير القصير، يدحض كل هذه الأدلة وكأنه بس هو يفهم الأشياء. الغرض أرجع للموضوع، فالأنبياء في الحقيقة طبعا يحملون الأديان، يحملون المعلومات، يحملون الاطلاع، يحملون مصادر المعرفة للناس، يحملوها عن جانبين، الجانب القولي وهو الوحي المنزل من قبل الله عز وجل عليهم كالقرآن الكريم مثلا أو الإنجيل الصحيح أو التوراة الصحيحة، لا الإنجيل الذي دخلته يد التحريف والتبديل. تصور الآن كم إنجيل موجود عندنا، أكو عندنا إنجيل برنابا، إنجيل يوحنا، إنجيل مرقس مثلا، أناجيل كثيرة، بينما الله عز وجل ما أرسل له 50 إنجيل، العدد يفوق 50 إنجيل موجودة الآن، لكن الله عز وجل ما أرسل لنا إلا إنجيل واحد على عيسى. لكن يبدو أن الأكليروس رجال الدين المسيحي فقدوا لذلك الإنجيل، عندما احترقت الكنيسة بما فيها من الكتب احترق الإنجيل إلى جانب تلك الكتب، فشعروا بفراغ كبير، أخذوا يجمعون من شتات الإنجيل. ثم لا تنسى المطامع اللي موجودة في كل نفس إنسانية، تلك المطامع أوغلوها أيضا في الأناجيل. بدأت لدينا الأناجيل بأجمعها مزورة، ليس فيها إنجيل صحيح. وإلا أسألك بالله، تجد في بعض الأناجيل مثلا أو تجد في كتب التوراة مثلا أن بنات شعيب
تزين لأبيهن وسقنه الخمر حتى فجر بأحد بناته. نعم هذا موجود في الإنجيل. وأن المسيح كان يشرب الخمر في العشاء الأخير، الخمر المعتقة تشرب في عشاء المسيح الأخير مع الحواريين، بينما تجد الخمر حتى في الإنجيل محرمة. أن السكيرون والزنات لا يدخلون ملكوت السماوات، نص في الإنجيل موجود. فكيف مباح الخمر للمسيحيين؟ لا يا أخي، محرمة على اليهود وعلى المسيحيين. ما أكو دين من الأديان أباح الخمر إطلاقا. هذا الإسلام كيف حرمها؟ تدريجيا حرمها، لأنها كانت مستحكمة في أدمغة الناس، مستحكمة في عادات الناس. حاول الإسلام عن طريق التدريج يثقفهم ويعلمهم ويضع أصابعهم على المعرفة وعلى التقوى والصلاح وتهذيب النفس الإنسانية وسلوكها في طريق الرقي والتقدم نحو الأفضل. الله عز وجل ما يريد البشرية ترجع إلى القهقرة، ما يريد البشر يستحيل إلى حيوان ضاري يعامل أحدنا الآخر بالظفر والناب. لا، يريد من الإنسان أن يكون إنسانا بمعنى الكلمة. ولذلك كارل في فرنسا يقول إن الذي يمكن أن تطلق عليه لفظة إنسان بمعنى الكلمة هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يقول لي يمكن أن نطلق عليه لفظة إنسان وبس، يعني لفظة إنسان وكفى بكل معنى الكلمة، ما هو إلا علي بن أبي طالب. حتى تصور معنى الإنسان ويا معنى رفيع أطلاقا. يعني الإنسان لا يكون إنسانا إلا ويطبق القيم الإنسانية. إحنا أكو عندنا قيم إنسانية، أكو عندنا قيم دينية، أكو عندنا قيم عرفية، ملاحظي ولا؟ أكو عندنا قيم موروثة، لكن أوسع نطاق هي القيم الإنسانية. ولهذا الإسلام يركز على هالمعنى هذا، يعني إلى جانبك إلى جوارك مثلا رجل مشرك كافر ملحد لا يدين بدين إطلاقا، هذا هم إلى حق عليك؟ نعم، الإسلام يقول إلى حق عليك هذا الإنسان، تربطك وإياك الأخوة الإنسانية لكونك أنت إنسان وهو إنسان. ما من حقك أنت أن تعتدى عليه. إذا هو فرد إنسان محترم نفسه، ما متجاهر بالفسق بالفجور بالأعمال التي تتصادم مع شعائر الإسلام، هذا إلى حق عليه. حق شنو؟ حق الإنسانية. ولهذا في يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يسير الإمام علي صلوات الله عليه وإلى جانبه وزير المالية عبد الله ابن أبي رافع، كان وزير مالية الإمام سلام الله عليه، يعني بتعبير القديم خازن بيت المال. كان يسير من وراء الإمام صلوات الله عليه، وألفت نظرك الإمام ما كان يكتفي بالموظفين المتخصصين للأعمال البلدية مثلا أو الأعمال الاجتماعية، كان بنفسه يطلع يراقب العمل بنفسه الكريمة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يأتي وكأنه بدوي في شملته قد شمر عن أردانه وعن ساقيه والعصا بيده، يقف على التاجر يقول له حاول أن لا تبخس هذا الذراع اللي عندك أو المتر اللي عندك، أنطي القماش أو أي سلعة أنطيها بالميزان الصحيح، لأن الله عز وجل سائلك يوم القيامة عما تقصر به من الذراع من المتر مثلا، إلى الأمور اللي متعارف اللي عنده هناك شنو بالنسبة إلى الذرعة. الإمام سلام الله عليه يوصي بها. كذلك يقف على القصاب يقول له اعلم يا رجل إنك لا يجوز لك أن تبيع مثلا الأمور المحرمة في الذبيحة، زين، البيضتين مثلا إلى غير ذلك، الطحال، ذني أمور تسعة يعبرون عنهن مخلفات الذبيحة، تسعة محرمات الذبيحة، ذني ما يجوز واحد أن يبيعهن ويأخذ ثمن عليهن لأن ثمنهن سحت. الثمن إذا شيء محرم وإنسان يبيعه
يأكل ثمن سحت كمن يبيع العذرة، يعني فضلات الإنسان. لاحظوا له بعدين، فالإمام سلام الله عليه بنفسه الكريمة يوقف على التاجر، يوقف على القصاب، زين، يوقف على الكاسب اللي يبيع في الميزان. أوفوا المكاييل والموازين ولا تبخسوا الناس أشياءهم وزنوا بالقسطاس المستقيم. إذا تشتري لا تأخذ زايد، وإذا تبيع لا تنطي ناقص، لا أنطي بالصورة الصحيحة، مو إذا اشتريت تأخذ زايد من المشتري، وإذا بعت تنطي شي ناقص، لا. الله عز وجل سائلك حتى في الحثالة من السكر مثلا أو من الشاي مثلا التي تعلق في الميزان، هاي كلها تجمع عليك وتحاسب عنها يوم القيامة. الإسلام ما يعرف الغلط إطلاقا، ما يعرف المداهنة إطلاقا، يريد من الأمور أن تجري على مجراها الصحيح، على مجراها الواقعي. فالإمام سلام الله عليه بنفسه الكريمة كان يجول في السوق، وربما كثير من الناس كان لا يعرف علي بن أبي طالب، لأنه لم توجد هنالك مميزات تميز عليا عن غيره من الناس. والمألوف مثلا الرئيس أو الزعيم إلى حجاب، إلى مثلا شرطة، زين، إلى موظفين، لابد إلى محافظين عليه. الإمام سلام الله عليه ما يقبل بها العملية إطلاقا. في يوم من الأيام كان يسير وإذا بجماعة من خلف الإمام قالوا لنحرس الإمام. التفت الإمام صلوات الله عليه إليهم، قال هل عندكم شغل معي؟ قالوا له لا يا أمير المؤمنين. قال انصرفوا، إن مسيركم خلف الراكب ذلة لكم وعزة للراكب. أنا راكب لي على حمار وأنتم تمشون على رجليكم، مو شيء صحيح هذا إطلاقا. ثم أنا ما أحتاج أن تمشون خلفي تحرسوني، لا، الله عز وجل هو الذي يحرسني، هذا فرد ذلة لكم تصير ممشاكم خلفي. شو لاحظين؟ نفس يعني الواقع، واثقة بما تقوم به من عمل. الغرض، فالإمام صلوات الله عليه يسير في يوم من الأيام في طرقات الكوفة، وإذا برجل يستجد الأكف، هذا موضع الشاهد هنا، رجل يستجد الأكف قاعد في وسط الطريق أو متنحي عن الطريق، وقد مد يده يستجدي من الناس شيئا من المال ليعيش به، رجل كبير يبدو عليه. الإمام صلوات الله عليه لما بصر به تألم كثيرا، ويتألم من هالمنظر هذا، قال عجيب، في الإسلام ويوجد رجل يستجدي الأكف؟ التفت رأسا إلى وزير المالية اللي عند عبد الله ابن أبي رافع، قال يا عبد الله ما هذا المنظر؟ هذا ليش مخلي يستجد الأكف؟ إذن أين حقوق المسلمين؟ هذا بيت المال اللي تجمع إلى الأموال من كل حدب وصوب، وين، ليش ما تنطون هذا حقه؟ ليش تخلوا فقير يستجد الأكف؟ إيش معنى ليش؟ وين حقه من بيت المال؟ قال سيدي إنه مسيحي لابس جنار، هذا مسيحي مو مسلم حتى إحنا ننطي من بيت المال. قال وإن أشغلتموه حتى إذا كبر تركتموه، هذا من كان شباب يعمل ويستفيد من أتعاب يمينه وعرق جبينه يقدر يعيش كل فرد خبزة، لكن عندما كبر وأصبح طاعن بالسن وما يتمكن بعد للعمل، هذا لازم يعني تطلعوه من العمل، يعني ما تسندوا له فرشة راتب من بيت المال يعيشوا به، تخلوا يستجد الأكف، تخلوا يعني يستجد الأكف، ما يصير. خذه واضرب له عطاء من بيت المال. أخذه عبد الله ابن أبي رافع، سجل اسمه في سجل، زين، اللي ينطيهم رواتب، وأفاض عليه شهريا إلى راتب معين يجي يستلمه من خزينة الدولة. الغرض، غرضي بهذا المعنى، يعني الإسلام في الحقيقة طبعا ما يترك صغيرة ولا كبيرة إطلاقا، إلا ويضع لها حكم، يضع لها شيء معين أزاءها إلى جانبها. الغرض، فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني لدينا المعلومات التي تردنا من السماء عن طريقين، طريق الوحي يعني طريق الشرائع السماوية،
وطبعا علي بن أبي طالب ما جاء بشيء جديد إلا أنه طبق نظام الإسلام بكل معنى الكلمة. ويعني إذا إنسان يطبق طبيعي نظام الإسلام ما أعتقد يحصل عنده أي اختلاف، ما يحصل عنده أي باطل أو يحصل عنده أي فقر أو يحصل عنده أي تضخم في جميع مجالات الحياة. فعلي بن أبي طالب كان قد حكم في الإسلام في الحقيقة، يعني بالوحي الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعد النبي عندما تسلم الخلافة، حكم بالوحي المنزل يعني بالقرآن الكريم، والقرآن هو الوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جانب من العلوم من المعارف. الجانب الآخر هو الجانب العملي السلوكي الذي يقوم به الإنسان. شلون الجانب العملي؟ معدنا احنا مصادر المعرفة ذكرنا من عدن اثنين، الأولهن يعني أول مصدر هو الوحي من الله عز وجل، يعني القوانين، الأنظمة، زين، الأخلاق، المثل العليا، الآداب، زين، حقوق الإنسانية أجمع، ها هاي كلها زين طبعا نستوردها أو نأخذها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. طيب أكو عندنا مجال آخر أيضا يعلمنا العلوم ونستفيد من عنده في الاطلاع والمعارف ونعتبر مصدر من مصادر المعرفة، ما هو؟ وهو السلوك العملي. السلوك العملي شنو؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما تنزل عليه آية في الصلاة، لما تنزل عليه آية في الحج، شلون يعلم الناس الحج؟ يعلمهم عن طريق اللفظ، عن طريق الدروس العلمية، ثم يعلمهم عن الطريقة العملية، يقف بين أيديهم فيصلي، يقول صلوا كما تروني أصلي، حجوا كما تروني أحج، خذوا مناسككم مني. شو لاحظ؟ هذا معلومات عملية نعبر عنها، دروس عملية، يعني النبي بذاته يقف ليعلمنا الإسلام، يعلمنا أخلاقنا، يعلمنا ديننا، يعلمنا المثل العليا اللي احنا نحتاجها في حياتنا. لاحظوا ولا؟ ولهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا أسمى المثل وأسمى العبر وأكبر الدروس العلمية والعملية في هذا المضمار. كان بنفسه الكريم إسلام متجسد، كان بنفسه الكريم قرآن ناطق، هو بنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إسلام، قطعة إسلامية معينة. لاحظوا لا، ما أكو عنده أي عمل من أعماله، وحاشا طبعا للنبي إن لم يقم بالصورة المثلى، الصورة الكاملة في تطبيقه للإسلام، في أخلاقه، في آدابه، في كلامه، في مسيرته، في حياته الزوجية مثلا، في حياته الاجتماعية مثلا، في حياته التجارية، في حياته الاقتصادية، في حياته العسكرية، في كل حقل من حقول الحياة مثلها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأحسن ما يمثل به دين الله عز وجل. هذا الأسلوب اللي نعبر عنه الأسلوب العملي، أسلوب عملي يجب على الإنسان أن يقتدي بالنبي. ولهذا ورد في الحديث الشريف، ورد في القرآن الكريم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. شوف أخلاق النبي شنو هي، تتأسى في أخلاق النبي، تتبع آثار النبي. آداب النبي ما هي؟ العفو، الصفح، الكرم، الأخلاق الرحبة، الأخلاق الكريمة، ليكون عندك ضيق صدر مثلا أو ضيق أفق مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمتع بالخصال الكريمة، يتمتع بالخصال الطيبة. ولهذا الواقع يعني أنت قد تستغرب أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجل لوحده، ليس إلى جانبه غير علي بن أبي طالب سيف الإمام علي، وليس إلى جانبه إلا خديجة الكبرى زوجته. طبعا
طبعا أموال خديجة وايش استفاد من عدها النبي في حق البعثة النبوية والدعوة الإسلامية، وايش استفاد من عدها في هذا المضمار؟ يعني تتصور النبي كيف تعب على الناس على العرب بالخصوص وانتشلهم من واقعهم ذاك الفاسد حتى جعلهم أمة متحضرة متقدمة متطورة تضاهي حضارات الدنيا وحضارات العالم. ولهذا الذي يجب علينا أن نحافظ على حضارتنا العربية، أن نحافظ على مثلنا العربية، أن نحافظ على تراثنا الإسلامي العربي، لا نفقد ونذوب في حضارات الغرب أو الشرق، لا نفقد هذا المعنى بالذات ونصير ذباب، ذباب نحط على فتات موائدهم، لا نصير بنفس الوقت ذيول نعيش على مخلفاتهم. فإن لنا حضارة وإن لنا ثقافة وإن لنا تراث عميق وكبير نعتز به ونفتخر، المفروض بنا أن نحتضن حضارتنا الإسلامية والعربية. لا يمكن أن تؤثر فينا الخرافات أو الأساطير زين أو العادات التي ترجع بنا إلى القهقرة، ترجع بنا إلى الإنسان البدوي السحيق، ترجع بنا إلى الإنسان الذي لا يعرف شيئاً، ونعتبر أنفسنا تقدميين، نترك الصلاة ونقول الصلاة قديمة ما نريدها، نترك الصيام ونقول الصيام قديم صار له 1400 سنة، نترك الحجاب ونقول الحجاب شيء قديم بالي يجب على المرأة أن تسفر. يا أخي والله مو تقدمية هاي. اتطلع على الحياة الغربية وشوف ضجيج الكتاب والعلماء، ضجيج المفكرين والأحرار، ماكو، فقدوا بيوتهم، فقدوا أسرهم، فقدوا كل شيء، حياة متأزمة يحيط بها القلق، لا اطمئنان عندهم اطلاقا، لان حياة مادية صرفة ما بيها روحيات. الانسان اللي ما يعيش الى جانب روحيات معينة، اذا يبقى فقط بالماديات، الماديات ما تخلق سعادة للانسان، بدليل يوجد كثير من الناس متوفر عندهم الوسائل المادية احسن توفير. شو تريد يعني؟ اموال طائلة عنده، قصر فخم عنده، مراكب فخمة عنده موجودة، أفرشة فخمة عنده، زين إيش أكو عنده من التحفيات متوفرة عنده، لكن راحة نفسية ماكو عنده إطلاقا. وقد تجد كوخ تجد فرد بيت بسيط فقير يرفرف الأطمئنان على ذلك الكوخ، وقد تجد قصرا فخما ليس فيه للراحة مكان وليس فيه للإطمئنان مكان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان الواقع إذا تخلى عن ذكر الله، إذا تخلى عن مقدساته، إذا تخلى عن حضارته الواقعية الإسلامية، أصبح مثل السفينة تتقاذفها الأمواج، ما يدري وين راح يحل عليها ساحل راح تقذف بها الأمواج الطاغية الكبيرة الجبارة، وين تقذف به ما يدري. ليش؟ لأنه يسير على غير بصيرة من أمره، يسير على غير هدى من أمره. ولذلك الله عز وجل أراد لهذا الإنسان أن يسير على بصيرة من أمره، أن يسير على هدى من أمره حتى يسلك الطريق الواقعي، يسلك الطريق الصحيح، يسلك الطريق الجلي حتى الواقع ينال ثواب الدنيا وينال ثواب الآخرة في الحقيقة. وإن كان ترى بتعبير أدخ، ماكو عندنا دنيا وآخرة، كل ما تعمله لدنياك ولآخرتك، وكل ما تعمله لآخرتك هو لدنياك بنفس الوقت، ما أكو عندنا إحنا فاصل بين الدنيا وبين الآخرة. تصور إيش أقول يولا؟ يعني أنت تصلي تتصور هذا عملك بس للآخرة؟ لا يا أخي، صلاتك مو عمل فقط للآخرة، صلاتك أيضا عمل دنيوي، لأن الصلاة تخلق المواطن الصالح، لأن الصلاة أداة تهذيبية للإنسان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب تنهاك عن الفحشاء والمنكر بالآخرة وبالدنيا، بالآخرة ماكو هناك فحشاء ومنكر، ملتفتش أقول
بالآخرة ما موجود هنالك فساد أو فحشاء أو منكر. يوم تبلى السرائر وبرزوا لله الواحد القهار، ماكو شيء بعد، حتى الخفايا اللي عندك بأجمعها تسفر أمامك، ماكو عندك يعني إلا لطف الله عز وجل. لطف الله تبارك وتعالى بنا هو يعني اللي يغطي على كثير من موبقاتنا ومن جرائمنا الخفية التي لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ولهذا الدعاء اش تدعو أنت الله عز وجل؟ تقول له: اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يظهر الجميل جميل الإنسان والقبيح، وإلا الآن لو يظهر قبائحنا للمجتمع واحد حارب الثاني، واحد قتل الثاني، لاحظي ولا؟ لأن ما يدرك كثير من الأعمال الخفية الإنسان يعملها. لو يطلع الناس على بعضهم ها يتولد كثير من الحزازات، وتولد كثير من الأحقاد، وتولد كثير من الشحناء. لكن بلطف الله عز وجل على الإنسان: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. طبعا هذا برحمته. الغرض، فالإنسان الواقع في هذه الحياة إنما أرسل الله عز وجل له الدين، وأرسل له زين الشرائع السماوية لتهذيبه، ومن جملتها طبعا الصلاة، فهي تخلق المواطن الصالح، تخلق النفس الإنسانية العليا، تخلق الرجل الذي يحترم أعراض المجتمع، يحترم أعراض الناس، الرجل الذي لا يكذب، الرجل الذي لا يسرق، الرجل الذي لا يخون، الرجل الذي لا يرتكب الباطل، لا يرابي زين، لا يغش، لا يعق والديه. هاي كلها تربينا اياها الصلاة. الصلاة وهي عملية، عملية فخمة، لاحظي ولا؟ فإذا هذا العمل احنا نستفيد من عنده في دار الدنيا وليس في دار الآخرة. وهكذا الصيام، وهكذا الحج، كل الأعمال الدينية فوائدها ما تقتصر فقط على الآخرة، وإنما دنيا وآخرة، لاحظوا لا؟ إذن ليست هنالك سعادة إلا في ظل الدين، ليست هنالك سعادة إلا في ظل مقدساتنا الإسلامية، ليست هنالك سعادة إلا أن نعيش بوحي من القرآن الكريم، بوحي من الإسلام. لاحظوا لا؟ أبيحت المدينة 3 أيام للجند، أحرقت أستار الكعبة، هدمت أركانها، رميت بالمنجنيق، وقتل في جوف الكعبة عبد الله ابن الزبير، وسالت الدماء في جوف الكعبة. لاحظ، وانقتلوا الصالحين، انقتلوا الناس الأخيار. ما جلوس الحسين بعد هذا؟ لا بد له أن يقوم، العقل يفرض عليه بأن يقوم. وفعلا الحسين خطط وأحكم تخطيطها، أحكم تخطيطه بصورة جلية وبصورة واضحة لا تقبل الشك ولا الريب. الحسين سلام الله عليه خطط ترى مسبقا، يعني هاي الكلمات اللي يقول الإمام الحسين صلوات الله عليه: شاء الله أن يراني قتيلا ويراني سائي سبايا. ترى هاي النتيجة الحتمية يعني، ولا مو على الواقع، فلسفتها الآن نفهمها، وهذا المنبر من فلسفات نهضة الحسين. هذا المنبر يجب أن يكون مدرسة إسلامية، هذا المنبر يجب أن يكون قلعة حصينة، لاحظي ولا، يلوذ بها المسلمون. هذا المنبر يجب أن يعلم الناس أحكام دينهم، أن يعلمهم تراثهم، أخلاقهم زين، أحكام الله عز وجل، أن ينشر الأخلاق الطيبة المثل العليا، أن يأخذ بأيدي الناس يعلمهم بأحكام دينهم، بأخلاقهم، بتراثهم المجيد، لاحظي ولا. وهذه من فلسفة نهضة أبي عبد الله الحسين. بس هاي النتيجة الحتمية، لأنه مو في الحسين، مو في مجال أو في صدد شرح النهضة الحسينية في ذلك الوقت. إمام الوقت رجل معصوم، إمام معصوم يدرك من وراء هذه العملية الشرح، طبعا يتقوى الإسلام بها، لأن الحسين إذا كان باقي وتجري الأعمال أمامه ولا يستطيع ردعها، كثير من الناس يقولون لو ما الحسين موافق بهذا العمل ها لكان جاهد، لكان حارب، لكان قتل. شلون علي بن أبي طالب يحارب
الباغين، القاسطين، المارقين، ليش الحسين ما حارب؟ إذا الحسين موافق بهذا العمل، إذا ماكو دين، دين ما أكو بعد، كل إحنا رضينا، أصبحنا مداهنين، لهذا ثار الحسين سلام الله عليه. لكن موقف شديد الواقع يثير الأسى، لما الواقع الحسين سلام الله عليه يعني أصر على الذهاب ورسم الخطة وهو في المدينة، بدأ بزيارة قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتكلم فحوى عباراته مع النبي، يقول له يا جداه يا رسول الله، إن هذه الأمة التي خلفتها من بعدك وأوصيتها بمودتنا ومحبتنا لقد غدروا بنا وضيعونا ونحن عترتك، ها احنا ترى اهل بيتك وقد ضيعتنا الأمة، عدوا علينا خانونا. الامام سلام الله عليه طبعا في حدود زيارته الى النبي، بعدين قام من زيارة جده رسول الله بدأ بزيارتها أمه فاطمة الزهراء، وهكذا أخذ يجول على القبور بينما استعدت النساء إلى الرحيل. الحسين سلام الله عليها أشار إلى الحوراء زينب إلى جانب كثير من النسوة من الأطفال بأجمعهم إلى كثير من أصحابه من بني هاشم، لكن يبدو أن طفلة كانت عنده، بنت من بناته وهي فاطمة العليلة، هذه كانت مريضة وعليلة. تشاهد الحسين يستعد للسفر، تشاهد الحسين يستعد للذهاب إلى أين لا تدري، إلى العراق أو غير العراق، لكن ماذا تصنعها فاطمة العليلة؟ تشوف الحسين متهيئ، ها النساء بين باكية ولاطمة على رأسها ينظرون إلى عماد الأخبية سوف يقلع عن المدينة، ينظرون إلى الحسين سلام الله عليه سوف يذهب ذلك القمر الساطع. هو في الحقيقة أكبر أهل بيت، هو المعصوم في ذلك الوقت، هو إمامهم، هو سيدهم، هو زعيمهم، الكل واجمون، ها يودعون الحسين وهم في وجوم وفي بكاء ونحيب. عبد الله بن جعفر إلى جانب يقول له سيدي أبا عبد الله، يقول له سيدي أبا عبد الله، أقصد اليمن، أقصد هذه شعاب الأرض وجبالها لعلك تنجو من الأمويين. قال يا عبد الله إنهم لن يتركوني أبدا حتى يقتلوني ولو كنت متعلقا في أستار الكعبة. التفت عبد الله ابن جعفر قال له أنا ما أملك عندي شيء إلا ذول أولادي عندك، عون وعبد الله، ذول أولادي عندك هافداء لك. ثم أوصى أولاده قال عليكم بنصرة خالكم أبي عبد الله الحسين. ثم الحسين أخذ خبرها بأسرار النهضة، خبرة بالنتيجة الحتمية إلى يقول له يصير بكربلاء بلا حكي يا بين جعفر وسعى بواد الطرف واهدس باطعش وانحر وابقى زيدا بالضحايا من بعيد اهلي 72 وضحي بعدهم طفلي. الحاج للحرام يغتسلون في زمزم وانا بيوم العاشر احرم واغتسل بالدم. الحاج لو طاف وسعى بالبيت والاركان انا اطوف بكربلاء وانحب على الشبان. الحاج يوم العاشر يقصر شعائر وظفير وانا ديت انقطع بالطف مع الخنصر.
الحاج يستلم الحجر ويقبله ويستار، وانا على الغبرة اقبل وجنتي الاكبر. الحاج يوم العاشر يحنون ويعيدون، الحاج يوم العاشر يحنون ويعيدون، وانا بيوم العاشر عذايب راسي يطوفون. بعد يتكلم عبد الله بن جعفر مع ابي عبد الله الحسين، واذا بفاطمة العليل قالت ابا حسين احملني معك، والله لا طاقة لي بالبقاء هنا. قال بني بني فاطمة انك عليلة مريضة وسفرنا طويل، لا تستطيعين اللحوق بنا، ابقي ها هنا، ولا بد لك من ان ابعث لك خبرا اذا حالفنا النصر. التفتت اليه قالت ابا حسين اذا اترك عندي اخي عبد الله الرضيع، ابا عبد الله اترك عندي اخي عبد الله الرضيع، اتسلى بي ويتسلى بي حتى يكون لي عونا على فراقكم. اويلي طلع ولا شمعا وطنهم، وظل خالي حرم جدهم بعدهم، سار بلي لهم وابعد ضعنهم، ولن صوت العليل بقلب محتر، دريض احنا يا ان للعليل، يا ان فرايكم ماليش حالة، يا ان من بعدكم ما نام ليلة، يا ان من بعدكم دام اسار، يا هنا خل خويا الطفل بالله، يا هنا خل خويا الطفل بالله، يظل عندي وروح وداعت الله، يا هنا من المرض قلبي تقلى، يا هنا خل خويا الطفل وسدور بجنوالي، ونادى انها دخليه اهلها وبحضن امه دردي، الطفيل وفراق امه يصعب عليه، ولا امه على فرقاه تصبر. صاح حسين يا فاطم دردي دردي للمدينة وطن جدي، اودي لج علي ابني وكبدي، ولا بد ما يجي امك مخبير. بدأت فاطمة تتسنم اخبار الحسين، واذا بفترة من الزمن واذا الناعي ينعى الحسين، بادرت فاطمة الى ذلك الناعي، قالت ايها الناعي قف لي هنيا، ايها الناعي انا عليلة مريضة لا استطيع اللحاق بك، قف لي هنيا، لدي سؤال اسألك به واذهب من حيث اتيت. التفت الى من كان الى جانبه، قال من هذه المرأة؟ قالوا له هذه فاطمة العليلة، هذه فاطمة بنت الحسين. وقف اليها قال سيدتي عظم الله لك الاجر، عظم الله لك الاجر بابيك الحسين، يا والدي والله عظيمة انا صير من زغر يتيمة، يا ابويا
دار الولي يا ناس. أبته من يحمي بنات. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، خذ بأيدينا إلى الصلاح والإيمان. إخوان الحاضرين فردا فردا من أوصاني بالدعاء.